السلام عليكم. 11,000 سبسكرايبر، 11,000 دكتور على ابل دنتستري، ما شاء الله. يعني شكرا ليكم يا دكاتره، ربنا يكرمنا يا رب ونكون فعلا عند حسن ظنكم. انا عارف ان انا مقصر في الفيديوهات على قناه ابل دنتستري، مش بقدر ان انا اعمل كميه الفيديوهات المطلوبه مني، ولكن والله فعلا الفيديو عشان يطلع بالشكل الحلو اللي انتوا بتحبوه، بالاجابه على الاسئله اللي ممكن تيجي على بالك وانت بتتفرج على الفيديو، بيحتاج مجهود جبار في كل حاجه، في تجميع المعلومات، في الشرح، في كل حاجه. فانا اتمنى لو حد من الدكاتره يقدر ان هو يشارك معانا في الفيديوهات كنوع من انواع العلم الذي ينتفع به، لان في الاخر كلنا هنموت. يعني خلينا متفقين كده، بعد عمر طويل يا رب ان شاء الله رب العالمين، فنعمل حاجه حلوه يعني تعيش لنا بعد ما نموت، تدينا ثواب واحنا يعني بعد عمر طويل. الفيديو ده صدقه جاريه على روح الدكتور عمرو عزت. اللي ما يعرفش منكم دكتور عمرو عزت، هو دكتور رئيس قسم البيدو في جامعة مصر، واحد من الدكاترة العبقرية اللي انا استفدت منهم جدا، ربنا يا رب يجازيه خير. واحد من الدكاترة اللي كان بيبص على ان انت فاهم المعلومة ولا لا، انا حطيتك في كيس، انت هتتعامل ازاي. واتمنى ان ده يبقى نظام التعليم في كل حاجة في مصر، يعني يا رب. طيب خلينا نبدا الفيديو بتاعنا، هنتكلم فيه عن الفاكتور افكتنج كونستراكشن اوف سبيس مينتينر. الفيديو ده هيتكلم عن العوامل اللي على اساسها بتعمل سبيس مينتينر ولا لا. خلينا متفقين ان لو هتعمل سبيس مينتينر يبقى معنى كده انت هتخلع، واللي انت هتخلعها دي، السنه اللي انت هتخلعها او الضرس اللي انت هتخلعه، هيكون بياند بوسيبل ريبير. في حاله واحده بس اللي تبقى بياند بوسيبل ريبير وما تخلعهاش، اللي هي ايه؟ اللي هي الاي، لما يبقى الطفل عنده 5-6 سنين ولسه السكس ما طلعش، يبقى الاي عباره عن ريميننج روت او عباره عن سنه متاكله خالص متبهدله، ورغم كده انت بتفضل محافظ عليه. ليه؟ لانه كريتيكال، المكان بتاعه استراتيجيك توث، المكان بتاعه مهم جدا، ومهم جدا بالنسبه لي في الايربشن بتاع السكس. السكس عشان يطلع بياخد الجايدنس بتاعه او الحاجه اللي بتوجهه وهو طالع، الديستال سيرفيس بتاع الديستال روت بتاع الاي، سواء ابر او لور. عشان كده في حاله ان جالك طفل عنده اي بيشتكي منه والسكس لسه ما طلعش، حاول انك تدي نفسك فرصه ان انت تدخل تعمل فيه الريجيشن، تدخل تحط فيه انتراكانال ميديكيشن، اي حاجه كنوع من انواع المحاوله ان السكس بس ياخد الجايد اوف ايربشن بتاعه من الديستال سيرفيس بتاع الديستال روت بتاع الاي، وبعد كده اخلع الاي واعمل سبيس مينتينر. انا عارف ان بياند بوسيبل ريبير مش هتقعد شهر 2 3 6 شهور، يعني لو قعدت 3 شهور ده انجاز، ده انجاز، دي حاجه حلوه. طيب ايه الفاكتورز اللي على اساسها انا هحدد اذا كنت محتاج فعلا سبيس مينتينر ولا لا؟ خلينا بس متفقين برضو ان معنى ان كلمه فاكتورز يعني عوامل، العوامل دي مرتبطه مع بعض، ما ينفعش ان انا اقول فاكتورز واخد عامل واحد بس هو اللي انا بقيس عليه. طيب ايه العوامل دي بشكل سريع؟ الدنتال ايج، عمر السنه، من امتى انت خلعت؟ هل انت خلعت ديو تو بريبيكال انفكشن ولا خلعت ايه السبب؟ كميه العظم اللي بتغطي البيرمننت سكسيسور، يعني لو عندك لور 4 او 5 كميه العظم اللي بتغطيهم، والسيكونس اوف ايربشن اخبارها ايه؟ هل الاسنان طالعه بالترتيب او بالسيكونس اللي المفروض تطلع بيه ولا لا؟ وهل في كونجنتالي ابسنس في بعض الاسنان في البيرمننت مثلا زي الابر لاترال او اللور 5 مثلا، في حاجه منهم مس؟ كمان هل في اورال هابتس الطفل بيعملها والام مش واخده بالها وازاي تتعامل معاها؟ وكمان حالات الديليد ايربشن اوف بيرمننت سكسيسور. دي الفاكتورز اللي احنا هنتكلم عنها، وهدف الفيديو ان انت تطلع تعرف تقرا الاكس راي، تعرف تاخد قرار في ان فعلا الطفل ده محتاج سبيس مينتينر ولا لا، تعرف حتى تفكر اذا كان الطفل ده محتاج ان انا اعمل له ريفير لسبيشاليست بيدو ولا لا مش محتاج، انا لو عملت له سبيس مينتينر هيبقى ممتاز معاه. طيب اول فاكتور الدنتال ايج، عمر السنه، السنه دي عندها كام سنه؟ مبدئيا لو جات لك حاله عنده 6 سنين او 7 سنين وعنده اللور اي بياند بوسبل ريبير، الطبيعي والمفروض اللي انت بتعمله مع طفل زي ده من غير ما تعمل اكس راي، اول حاجه هتفكر فيها ان انت هتخلع السنه دي وتعمل سبيس مينتينر. وده ليه؟ لان انا عارف ان انا لو عملت اكس راي هبص في الاكس راي عشان اشوف ايه؟ عشان اشوف الروت فورميشن بتاع اللور 5 مثلا، اكيد طبعا لسه الروت فورميشن ما اتكونش مع طفل عنده 6 سنين 7 سنين، اكيد مش هلاقي حصل روت فورميشن للاي، عكس واحد عنده 9 سنين مثلا. لا هنا ده كويشنبل، لازم اعمل له اكس راي واشوف، ابتدي اقرا الاكس راي لان في حاجات كتير على اساسها انت بتحدد اذا كان فعلا محتاج سبيس مينتينر ولا لا. بس هبص في الاكس راي اول ما اعملها في الطفل اللي عنده 9 سنين، ابص اشوف الروت فورميشن قد ايه. طيب احنا الروت فورميشن لحد قد ايه اقدر ان انا اقول لا انا مش محتاج سبيس مينتينر؟ المفروض تلتين الروت يكون اتكون، او اتليست نص الروت بتاعك يكون اتكون. طيب معلش بس احنا خلينا متفقين كده، احنا مش بنحب الكلام الملعبك اللي هو نص وتلتين،
طب هقيسها ازاي انا دي؟ بسيطه، لو انا مثلا اخدت الفور والفايف والسكس عندي خلعتهم ورصيتهم كده جنب بعض وقلت اقيس الاطوال بتاعتهم، اكيد هلاقي في نسبه في الطول ما بينهم مشتركه. يعني مثلا لو كان الفور مثلا الفور كان طوله 22 ملي، اكيد هلاقي الفايف والسكس في حدود ال 22 ملي اقل او اكتر، لكن مش هتلاقي سنه طويله وسنه قصيره، ولو حصلت هتبقى في حالات نادره قوي. طبعا ده بعيدا عن الكي 9، الكي 9 معروف لونج رو، بس انا بتكلم على باقي الاسنان. انت بتكلم فور فور وفايف، تبص في الاكس راي وتقارن طول الفور او الفايف بطول السكس، وعلى الاساس ده تحسب اذا انت كنت محتاج سبيسمنتينر ولا لا. ولكن الفاكتور ده لوحده اللي احنا كلنا بنبص عليه ده لوحده مش كافي، في فاكتورز تانية. زي ايه؟ زي amount of bone coverage، كمية العظم اللي بتغطي البيرمننت سكسيسور اللي بتغطي الفايف. في الحالة دي كمية العظم قد ايه؟ انا قست على الاكس راي لقيت كمية العظم اللي بتغطي البيرمننت سكسيسور الفايف سي 5 ملي. كل ملي عشان السنة تتحرك ملي في العظم ده بتحتاج من 4 ل 6 شهور او من 5 ل 6 شهور. يعني انا عندي 5 ملي، يعني هحتاج قد ايه علشان السنة تمشي ال 5 ملي عظم دول؟ هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد 5 ملي في من 5 ل 6 شهور، قول 6 شهور يعني 5 ملي في 6 شهور يبقى كام؟ 30 شهر عشان السنه بس تمشي 5 ملي في العظم. 30 شهر يعني قد ايه؟ سنتين ونص. سنتين ونص يبقى لازم اعمل سبيس مينتينر. انا مسموح لي، عارفين لو السنه قدامها من 6 شهور لسنه ممكن ما اعملش سبيس مينتينر، لكن لا السنه هتاخد اكتر من كده، لا انا محتاج سبيس مينتينر. في الحاله دي لازم ابص على البون كفرج، يبقى انا بصيت على طول السنه وكميه العظم اللي بتغطي. طب في حاجه ثالثه مرتبطه معاهم برده، الاكستراكشن ديو تو ايه؟ انت البياند بوسبر ريبير ده بياند بوسبر ريبير ليه؟ هو انا هخلع الايده ليه؟ هخلع الايده بسبب بريبيكال باصوص، بسبب انفكشن، بسبب ابسس. الابسس بيعمل ريزوربشن في العظم، فده هيأكسلريت الايربشن، ماي اكسلريت الايربشن. ليه؟ لان انا ممكن يبقى الطفل عنده 6 سنين وفي وخلعت الاي، او 7 سنين وخلعت الاي ديو تو بريبيكال انفكشن. هل في حاله زي دي تفتكر هيعمل اكسلريشن للايربشن؟ اكيد لا. سنه زي دي ما ينفعش تطلع من غير ما يتكون لها روت، لازم يبقى في جدر ماسك السنه، مش تبقى السنه واقفه كده في الاورال كافيتي من غير روت، الواد يمسكها تطلع في ايده كده، استحاله. واحنا كلنا عارفين ان من الثيوري اوف ايربشن عن طريق الروت فورميشن، اكيد فاكرين كان في 3 ثيوري ويمكن اكتر واحده فيهم هي الروت فورميشن. يبقى معنى كده ان انا لو خلعت ديو تو بريبيكال انفكشن طفل عنده 6-7 سنين ده مش هيأكسلريت الإيرابشن زي ما هيحصل مع طفل عنده 9 سنين مثلا وخلع ديو تو بريبيكال انفكشن. الحالة دي انا عارف ان هيحصل أكسلريشن للإيرابشن. ويمكن النقطة دي حلوة قوي في ايه؟ لما تيجي بعد دكتور تبص على اكس راي لطفل وتلاقي مفيش بون كافرج للفايف او للفور. يعني انا مثلا زي الاكس راي دي، الاكس راي دي لو بصيت فيها لو ركزت فيها هتلاحظ ان الاي مخلوع ومفيش بون كفرج على الفايف. طب ده تفتكر حصل ليه؟ ازاي مفيش بون كفرج؟ يعني هل حصل ريزوربشن والسنه طلعت؟ لا، بس في ريزوربشن، مفيش عظم مغطي، يبقى السنه الاي هنا اتخلع ديو تو بريبيكال انفكشن او ديو تو بريبيكال باثوس. بعد كده عندنا الفاكتور الرابع، تايم لابس سينس لوس اوف كونتاكت. يعني ايه؟ الطبيعي والمفروض ان اي طفل يبقى عنده الاسنان عامله كونتاكت مع بعض. ليه؟ عشان تمنتين الارش لينث، عشان تمنتين السبيس. بمجرد ما بيحصل كلاس 2 او يحصل اكستراكشن بيبتدي يحصل لوس اوف سبيس. وعلى الاساس ده، على اساس الطفل ده خلع من امتى، او على اساس الكلاس 2 ده حصل من امتى، بيحصل سبيس لوس. يعني مثلا طفل خلع سنه بقاله سنه مثلا، اكيد لما حاجه اعمل له سبيس مينتينر انا ببقى حاطط في دماغي ان السبيس مينتينر ده ممكن ما يكونش ليه لازمه. يعني انا لازم ابقى فاهم ان انا كده كده حصل عندي لوس اوف سبيس. يعني انا الواد ده خالع بقاله سنه، فوش ده حصل لوس اوف كونتاكت، مش عامل سبيس مينتينر من ساعتها، ده حصل لوس اوف كونتاكت. وعشان اقدر احكم اذا كان حصل لوس اوف كونتاكت ولا لا، وخلينا نتكلم المثال بتاعنا على الاي، اخد صوره من الاوكلوزال فيو للاسنان وارسم لاين بيوصل من ال6 لل6 واشوف ال6 اللي في الناحيه اللي حصل فيها اكستراكشن ابتدى يعمل شيفت، ابتدى يعمل دريفتنج ناحيه الميزيال ولا لا. من دي اعرف اذا كان حصل سبيس لوس ولا لا. ممكن اعمل ارش لينث اناليسز عشان اعرف اذا كان فعلا الطفل ده هيحتاج سبيس مينتينر او مش هيحتاج. لو عملت له سبيس مينتينر هيكون ليه لازمه؟ اصل في حاجه لازم ناخد بالنا منها، انا ممكن امنتين السبيس، يعني انا اخلي السبيس اللي عندي بس انا حصل لوس، يعني انا في شويه سبيس ضاعوا مني. حلو، ضاعوا خلاص ومشيوا، انا هحافظ على اللي باقي لي. طيب اللي باقي لك كام؟ هل اللي باقي لك ده هيكفي الاسنان البيرمنت سكسيسور اللي هييجوا؟ ما اعرفش. تحددها ازاي؟ بحاجه كنا خدناها زمان، ارش لينث اناليسز. انا ما اعرفش في جامعات اتدربت عليها ولا لا، بس انا ان شاء الله ممكن نعمل فيها فيديو مع دكتور سبيشاليست. رغم ان حاله زي كده الافضل ان انت تريفير على سبيشاليست.
تمام. يبقى معنى كده ان لما يبقى في حاله كلاس 2 لازم تخلي بالك ان هيحصل سبيس لوس، يبقى كلاس 2 لازم تعالجه وتجيب كونتاكت. نسبه السبيس لوس اللي هتحصل في كلاس 2 هتكون قليله، انت بتتكلم في ملي مثلا، عكس سبيس لوس هيحصل في سنه انت خلاعها وما عملتش سبيس مينتينر. وعليه انت بتاخد امبريشن للطفل قبل ما تخلع، يعني قبل ما تمد ايدك وتمسك الفورسبس وتخلع تكون واخد امبريشن وعامل سيلكشن للباند اللي هتمسك في الابارتمنت، اللي هتمسك في السنه اللي هتبقى عليها الباند، بحيث ان انت بتبعت للمعمل الباند اهي اعمل لي عليها لوب وادي الامبريشن. ده الصح وده المفروض يتعمل. ويا دكاتره بلاش نعتمد على فكره ان السيمنت هيخلي السبيس مينتينر يفضل في مكانه. السيمنت ما بيعملش حاجه، يعني انت ممكن تعمل سبيس مينتينر اساسا من غير ما تحط سيمن، بس بشرط ان هو يكون عام فت، ما مش سهل ان هو يطلع، لان انت لو كنت بتنزل الباند لوز خالص بتنزل وتطلع براحتها واستخدمت اي حاجه ريزن سيمنت جلاس ايونومر جلاس ايونومر رينفورسد كل الكلام ده ملوش لازمه، هترجع تعيد السبيس مينتينر من الاول. اختصر وقتك وطلع الشغل المظبوط، هات عندك شويه باند بمقاسات مختلفه واستخدمها، جرب دي وجرب دي وجرب دي واللي تلاقيها مظبوطه حلوه قوي هي دي بتاعه الطفل ده، والباقي ارميه لا اعقمه واستخدمه في الطفل اللي بعد كده، عشان بس تعمل حاجه استيك، حاجه تقعد مع الطفل لحد ما يخلص الاربشن بتاع البيرمننت. طيب افرض انا خلعت، هل ممكن اعمل سبيس مينتينر؟ ممكن تعمل سبيس مينتينر، بس للاسف انت هتستنى اسبوع 10 ايام لحد ما يحصل هيلينج لمكان الاكستراكشن مكان السوكت، وعلى ما الام تجيب الطفل وتاخد امبريشن وتبعته للمعمل والمعمل يجيب لك السبيس مينتينر. لا، انت من الاول تجهز كل حاجه بحيث ان انت تخلع تحط السبيس مينتينر، وخلي الصوره دي في دماغك، السبيس مينتينر محطوط ولسه السوكت مفتوح وفي بلود، يعني immediately after tooth extraction. كل ما كان اسرع ان انت تعمل السبيس مينتينر او حتى قبل ما تخلع تعمل السبيس مينتينر، كل ما كان ده احسن ان انت تحافظ على السبيس للطفل، ما تستقلش وما تستهونش بالسبيس اللي هو يعني هو هي السبيس هتقفل في شهر. هتقفل، ممكن تقفل ملي يفرق مع الطفل ده بعد كده. ويمكن اللي منكم متابع في بعض الحالات اللي على فيسبوك، حالات ما بيبقاش فيها كونتاكت، حالات دكاتره بتعمل بيلد اب كومبوزيت لكلاس 2 مثلا وما يعملش كونتاكت، وعامل حسابه ان هو هيجيب البيشنت تاني عشان يعمله كراون. البيشنت بيجي بكونتاكت. بعد كده عندنا حاجه اسمها sequence of eruption of permanent successor. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ترتيب الاسنان. احنا عارفين ان اللور بيطلع بالترتيب central lateral canine 4 5 6 7، والابر بيختلف بس ان الكناين بيطلع بعد الفور او الكناين بيطلع بعد الفور والفايف، بيختلف من شخص للتاني. في حاله ان sequence of eruption دي اتغيرت انت لازم تتدخل. طب حاله زي ايه؟ ودي يمكن من اكتر الحالات اللي انت هتقابلها، ان يبقى السيفن بيطلع وبيسبق الفايف في الايربشن. طب ايه المشكله في حاجه زي دي؟ المشكله في حاجه زي دي ان السيفن وهو طالع هياخد السكس، هما الاثنين السيفن يزق السكس والسكس اساسا ما هيصدق ان هو يقفل سبيس. في حاله زي دي انت محتاج تعمل سبيس مينتينر عشان تقدر تلحق الفايف ده تخليه له مكانه قبل ما يجوا اثنين يضربوه ما يطلعهوش من مكانه. الكيس دي او الدايجنوزز لحاله زي دي مش هتاخد بالك منها اساسا، لان معظم الاكس راي اللي انت بتعملها يعني ما بيبقاش باين فيها السكس. يعني انت لو عايز تشوف الفايف مثلا او الفور في بق طفل بتتعب، يا دوب بتبقى شايف الفور والفايف بالعافيه، ولو جبت السكس بتجيب نصه، فما بالك انا بقول لك لا ده انت هتجيب السيفن معاك، يمكن هتبان اكتر في البانوراما. ولكن دي نقطه مهمه، حاول ان انت تعود عينيك انها تقرا الحاجات النادره، يعني ما تهتمش بالحاجات اللي انت اول ما هتبص على اكس راي هتشوفها. يعني انا اول ما هبص على اكس راي هبص اشوف اذا كان في اندو كويس ولا لا، اذا كان في كلاس 2 كويس ولا لا، لكن في حاجات تانية بسيطه انت مش هتيجي على بالك، هي دي اللي تركز فيها، تمام؟ خصوصا لو كانت بانوراما. يبقى لما يبقى في مشكله في السيكونس اوف ايربشن او السيكونس اوف ايربشن يحصل فيها تغيير لازم نعمل سبيس مينتينر. زي ايه؟ زي في حاله ان السيفن يسبق الفايف في الايربشن. في الحاله اللي زي كده انا بحاول ان انا اعمل سبيس مينتينر يحافظ على مسافه الفايف، حتى لو ما كانش فيه بون كفرج، حتى لو كان الروت فورميشن بتاع الفايف كويس، ولكن السيفن لو سبق خلاص كده شكرا. ومن هنا النقطه بتاعت ان الفاكتورز دي متربطه مع بعض، يعني ما ينفعش اقول انا ما عنديش بون كفرج وما عنديش وعندي روت فورميشن نص الروت فورميشن اتكون عندي وانا خلعت الايديو تبريبيكال باسوس، ما ينفعش ان انا اخد الثلاثه فاكتورز دول بس لوحدهم، لازم اعمل حسابي ان السيفن طالع. نيجي بعد كده للفاكتور رقم 6 congenital absence of permanent teeth، وده بيحصل في الابر لاترال وفي اللور فايف. ويمكن من الحاجات المهمه اللي لازم تاخد بالك منها قبل ما تخلع اللاترال لازم تعمل اكس راي وتتاكد ان ده برايمري، وتتاكد ان السكسسور
جاي، يعني البيرمننت لاترال موجود وهيطلع في مكانه. وده كذلك مع الاي، قبل ما تخلع الاي لازم تعمل اكس راي عشان تشوف الفايف ده موجود ولا لا، عشان ما تخلعش الاي وتبقى عامل حسابك انه مثلا بعيدا طبعا عن الطفل اللي عنده 6 سنين، المثال اللي انا قلته في اول الفيديو، اللي عنده 6 سنين ولا 7 سنين وانت بتخلع له اي، اكيد انا مش هعمل اكس راي وهحط سبيسمنتينر، بس قبل ما اشيل السبيسمنتينر انا كده كده هعمل اكس راي وهشوف ان الفايف الام هتيجي تقول لي يا دكتور هو السن من بعد ما انت خلعت له ما طلعش، تشوف عنده كم سنة ست الكل، هتقول لك عنده 11 سنة او 12 سنة، تعمل اكس راي ما تلاقيش الفايف، بس الحالة دي مش محتاجة اكس راي. لكن انا بقول لك بعد كده لما يبقى حاجة questionable، حاجة واحد عنده 9 سنين لا اعمل اكس راي وشوف الفايف موجود ولا لا، تمام. في حالات congenital absence of permanent teeth، يعني في حالات المزد 5، انا بعمل سبيسمنتينر بس مش لسن 12 سنه لحد ما يخلص تبديل، لا ده انا بعمل سبيسمنتينر يقعد معاه لحد سن 16 و18 سنه. طب ليه؟ يعني ايه السبب اللي خليني اقعد ده كله؟ طب ما انا ممكن استنى البيرمننت ال6 وال4 يطلعوا واعمل عليهم بريدج مثلا او اعمل امبلانت. ايه اللي يمنعني من حاجه زي دي؟ اللي يمنعني حاجتين، اول حاجه اللارج بالب هورنز بتاع البيرمننت، ان لسه الطفل لسه اسنانه طالعه والبالب هورن كبير. تاني حاجه الباسيف إيرابشن. طيب يعني ايه الباسيف إيرابشن؟ الاسنان عشان تطلع في البق بتاعنا بتطلع بطريقتين، اكتيف إيرابشن وباسيف إيرابشن. الاكتيف إيرابشن ان السنه الروت بتاعها يتكون والسنه تطلع بنفسها وتعمل كونتاكت او تعمل اوكلوجن، ده اسمه اكتيف إيرابشن. اما الباسيف إيرابشن ان اللثه والعظم اللي حوالين الاسنان يبتدي يتراجع عشان يدي الكراون او الاوكلوزو سيرفايكال هايت بتاع الكراون. طيب مش واضحه، مفيش مثال كده يوضحها؟ عارفين انتوا لما تبقى قاعد على الشط نازل الميه على الشط قدام البحر وقدامك كوره منفوخه او عوامه وهي على الشط، ايه اللي بيحصل؟ الموجه بتيجي تشيلها وتروح ترميها على الشط، صح؟ وبعد كده بيحصل ايه؟ الموجه بترجع للميه تاني. طب ايه علاقه ده بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ الموجه هي العظم والعوامه او الكوره هي السنه. ازاي؟ بيجي العظم يمسك السنه يروح مطلعها في الاوكلوزال بلين وبعد كده يتراجع، هو خلاص كده عملت انا الايربشن بتاعي. وعشان كده احنا ما بنعملش امبلانت لطفل اقل من 16 او 18 سنه عشان ما يبقاش المارجن بتاعت الامبلانت اكسبوز. ونفس الكلام ده برضو للموضوع الكراونز، ان انت ما ينفعش تعمل كراون لطفل اقل من 18 سنه. طب دكتور في حالات معفنه الطفل ما بيغسلش اسنانه خالص، جيت عامل له مثلا اندو في لور 6 مثلا، شلت تسوس كتير وشلت ما كانش فيه اماونت ستراكشر يستحمل ان انا احط كومبوزيت ريستوريشن، وتفضل الكومبوزيت ريستوريشن دي موجوده في مكانها. في الحاله اللي زي دي انت بتعمل كراون، ولكن بتفهم والده او والدته انه الكراون ده هتحتاج ان انت تغيره على سن 16 او 18 سنه. ليه؟ عشان الحدود بتاعه المارجن بتاعه الكراون هتبقى اكسبوز. سابع فاكتور هو ديلي ايربشن اوف بيرمننت سكسيسور، وده بيحصل لما يبقى الايربشن بتاع البيرمننت اتاخر. طب هو هيتاخر ليه؟ هيتاخر لما يحصل تشينج في الباث اوف ايربشن، طريق الايربشن زي الجلايد باث اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في فيديو زمان. لما يبتدي يتغير الطريق بتاع البيرمننت وقتها انت بتخلع البرايمري اللي موجود وتحط سبيسمنتينر وتسيب البيرمننت هي هتلاقي طريقها. ولكن في بعض الحالات بتحتاج سبيشاليست وبتحتاج ممكن دكتور تقويم يتدخل عشان يعدل حاجه. في الحاله اللي زي كده الافضل حاله حاسس ان انت مش هتديها الكفاءة المطلوبة ريفير على سبيشياليست بس، وريح دماغك وريح ضميرك عشان انت هتحاسب على الحالة اللي جات لك وانت كان في ايدك ان انت تعمل لها ريفير وما عملتلهاش واتصرفت من دماغك. تامن فاكتور معانا presence of oral habit، ان يبقى في عادات الطفل بيعملها بتأثر على المجزلة مثلا، بتعمل كولابس في الارش كراودنج للاسنان. الحالة اللي زي دي برضو بتحتاج ان انت تعمل ريفير لسبيشاليست، لان ده افضل حد هيقدر يساعد الطفل ده. ممكن نبقى نتكلم عنها مع دكتور سبيشاليست بيدو. ياريت يا دكاترة لو حابين حد من الدكاترة يطلع معنا على القناة هنا يتكلم في موضوع معين، اكتبوا اسم الدكتور والموضوع اللي انتوا عاوزينه يتكلم عنه تحت في الكومنت، وان شاء الله هنكلمه ونعمل معاه فيديو باذن الله. بس كده ما تنسوش يا دكاترة ان انتوا تدعوا للدكتور عمرو عزت الله يرحمه يا رب، ويا رب يجزيه الجنة يا رب العالمين. ولو حد حابب ان هو يضيف معلومة يضيفها تحت في الكومنت، لو في موضوع عايزين عنه فيديو قولوا عنه. انا عارف ان انتوا بتطلبوا حاجات كتير وانا مش بعملها، بس والله بيبقى غصب عني، لان فعلا في حاجات عشان تتشرح محتاجة ماتيريال يتشرح عليها، محتاج حاجات اشرح عليها. يعني انا في مواضيع كتير جدا في دماغي حابب ان انا اعمل عنها فيديوهات، ولكن مشكلة
في الحاجة اللي أنا هشرح عليها. أنا مش حابب إن أنا أطلع قدام الكاميرا وأكلمكم بدون ما يبقى فيه حاجة أقول لكم بصوا دي شايفين دي شايفين دي، لأن لو أنا طلعت أتكلم قدام الكاميرا كده وبقول لكم الكلام يبقى أنا بنظر عليكم وأنتم مش بتستفيدوا. يعني أنتم بتاخدوا المعلومة بس أيوة أنا خدت المعلومة بس مش applicable بالنسبة لي، مش قادر إن أنا أطبقها. وده يمكن إحدى المشاكل اللي بتطبق أو اللي بتحصل خلال فترة الجامعة، إن أنت ممكن تكون للأسف بتاخد المعلومات بس مش applicable. يعني انت بتاخد ان الطول مش عارف بتاع ايه يبقى كذا، بس لما تيجي تطبق انت مش فاكر الطول بتاع ايه ده بيتطبق ازاي. او اقول لك مش عارف، زي الحتة بتاعت اللي احنا لسه قايلين عليها دي بتاعت تلتين الروت يكون الكون. انا اخدتها تلتين الروت يكون الكون، هطبقها بقى ازاي؟ هو هنا السؤال. بس كده، هشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.